يعمل شير لايك رسالة تقدر كده للبرهان أو للقيادة القوات المسلحة. الرحمة والمغفرة على أرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. طيب والله يا أخوانا حاجات كثيرة قاعد تحصل بتحير، حاجات كثيرة جدا جدا قاعد تحصل في المعركة دي، قاعد تحير، بتوصل الزول لمرحلة بتاعت انه يفكر لمرحلة الجنون. اللي بيحصل ده مش طبيعي. اللي بيحصل الان بالمعركة دي في حاجات مفقودة، ما حاجات طبيعية، لانه اي ضابط في داخل القوات المسلحة، في داخل جهاز الامن، في بتسوق القرارات المتسلسلة من الجندي تحت، من قيادة المعركة تحت، من الضابط، من الجندي للضابط، الملازم للملازم اول، للنقيب للمقدم، لكله بتلقاها متسلسلة واصلة كلها. مركز التحكم بتاعه بيتمثل وين؟ في القائد العام بتاع القوات المسلحة البرهان. اي زول بتسأله على مستوى الارض بتسأله بتقول له يا اخي بقول لك دي من تعليمات، بتمشي للتعليمات الاعلى منه بقول لك يا اخي كده من تعليمات، بتصل لده بتلقى انه كل الحاجات دي المعركة دي كلها متمحورة في البرهان. عشان كده نحن هسه الان ما كده خلونا من الجنود وخلونا من الجهات، نتكلم مع البرهان مباشره، نوجه له ذاته، البني ادم ده ذاته كده في نفسه الكلام له بعيدا عن اي حاجه ثانيه. السيد القائد العام عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحه ورئيس المجلس السيادي، انت كبني ادم خليك من انك تكون قائد ولا تكون رئيس مجلس سيادي كده، انا بخاطبك كبني ادم سوي عندك عقل، زول عندك عقل بتفهم، بس كده انا خاطبك بناء على الحاجه دي. البرهان انت اللي قاعد يحصل ده شايفه بعيونك ولا ما شايف؟ الاجابه اكيد شايف. طيب دخول الميليشيات دي على مستوى بعض المناطق، بعض القرى وبعض التفاصيل، انت شايفه ولا ما شايفه؟ شايفه. طيب القرارات اللي ممكن تتخذها كبني ادم غايد للدوله شنو؟ عشان تمنع بيها التقدم بتاع الميليشيات، عشان تنتهي بيها من الميليشيا بتاعت الجنجويت، عشان تفرح بيها الشعب السوداني. الليله من عندك اكثر من 6 7 شهور ما اتخذت قرار واحد بيصب لمصلحه القوات المسلحه او لمصلحه بتاع تحقيق عمليات الانتصارات اللي بتحقق القوات المسلحه لحد اللحظه. نحن متابعين الاحداث دي. تنتصر كيف؟ سيست المقاومه الشعبيه، سيست الاستنفار، عملت كل شيء ومنحت كل شيء، حتى بما فيهم هنالك عمليه بتاع الضباط، رجال حقيقيين الان موجودين تحت الاشاره انهم يقودوا، يبقوا يقودوا البلد دي ويقودوا المعركه دي، وانتهوا من الجنجويد. لا، حبستوا تم حبسه، تم قتله، المواطن السوداني الان متشرد، المواطن السوداني الان جيعان، المواطن السوداني الان بيهان على مستوى الدول، المواطن السوداني الان كل التفاصيل دي. انت قوات الشعب المسلح، انا بسالك كبني ادم الان واجبك شنو اتجاه شعبك؟ كغايد واجبك اتجاه شعبك شنو؟ انت ما قايم بواجبك اتجاه شعبك. الشعب السوداني كله دعمك ووقف معاك، وما دعمك انت كالبرهان، دعم القوات المسلحه وما زال داعم القوات المسلحه ضد هؤلاء المرتزقه مليش الجنجويت القاتله. انت الواجب عليك كبني ادم كغايد اتجاه شعبك شنو المفروض تعمله؟ ولا حاجة. ادينا حاجة واحدة انت الان عملتها بتشفع لك، ادينا حاجة واحدة الان قرار واحد انت عملته للشعب السوداني ده بيخلي انه الشعب السوداني يصبر عليك، ولا حاجة. على اقل تقدير انت كبني ادم الان قلنا لك يا اخي، قلنا لك يا اخي احنا ضد انه زول يتقلب عليك، وقفنا عصرنا عليه، روحنا دي عصرنا عليه عصر انه ما في تحصل عمليه بتاعتي، حتى الانقلاب اللي حصل قبل 15 يوم محاوله الانقلاب دي طلعنا قلنا نحن ضدها، بل كشفناها قبل اي حاجه ثانيه. ليه؟ لانه نحن ما دايرين الفرتقه، ما دايرين البلد دي تفرتق يا
السيد القائد العام عبد الفتاح البرهاني، نحن البلد دي ما دايرينها تتفرتك، ما دايرين الجيش يتفرتك. نحن ما دعمنا حبا فيك كبني ادم، لكن حبا في تماسك القوات المسلحه. والكلام ده اعرفه طبعا بالمناسبه، اعرفه كويس. ما في زول دعمك انت كبرهان في شخصك، نو. نحن داعمينك حبا في تماسك القوات المسلحه، حبا في تماسك القوات المسلحه عشان ما تتفرتك. عشان كده اي انقلاب حنقول الليله وبكره لحد ما المعركه دي تخلص. بل واضح بعد تخلص المعركه دي لكل حدث حديث. ما تفتكر انه الان الدعم ده، الدعم ده ما عليك انت كشخص، الدعم ده للقوات المسلحه وعدم فكفكه القوات المسلحه. عشان كده الان البلد دي كلها واقفه على القوات المسلحه. لكن انت لحد اللحظه القرارات الصحيحه الصائبه اللي اتخذتها عشان القوات المسلحه شنو؟ وين القرارات المفروض تتخذ عشان المواطن السوداني وعشان القوات المسلحه؟ اقل حاجه، اقل قرارات انت ما عملتها يا اخي. السوداني يقول لك يا اخي لا يلدق المؤمن من الجحر مرتين، لا يلدق المؤمن من الجحر مرتين. قلنا لكم يا اخي كغايد دخلوا مدني، سالتك قبل اليوم قلت لك اسالك بالله الذي لا اله الا هو، هل انت كغايد جمعت ضباط وضباط الفرق كلهم كده تناقشت معاهم على اساس انك تعرف الاخطاء اللي حصلت اللي ادت لانه الميليشيا تخش مدني شنو؟ ما عملتها. هل حاسبت الناس المتورطين في انه الميليشيا تخش مدني؟ ما حاسبته. لا قعدت في الوطن عشان تحاسب نفسك وعشان تحاسب الضباط اللي ارتكبوا الجرم ده، ولا عشان تحاسب واحده من اخطائك انت. ونحن بنقول لك الخيانه دي ما الا انك انت تكون خاين، الخيانه في انك انت ما حاسبت اللي ارتكبوا الجرم في دخول ميليشيات الجنجويت مدني. فهمت؟ انت ما حاسبت الناس اللي ارتكبوا الجرم. سالت هيئه الاركان؟ احنا ما قلنا لك الكلام ده بطريقه واضحه. اسال الضابط الفريق اول محمد عثمان الحسين اللي قال انه قائد حاميه مدني، قال جاه تلفون من هيئه الاركان، هيئه الاركان المسؤول منها مسؤوليه مباشره محمد عثمان الحسين، بالانسحاب بتعليمات الانسحاب من كوبري حنتوب ورفع الحاويات. ده اللواء بتاع مدني، هل كضابط مسؤول من المؤسسه العسكريه سالت محمد عثمان الحسين عن الاسباب الرئيسيه اللي خلته انه يعمل تلفون لقياده الفرقه على مستوى الفرقه الاولى على مستوى مدني بانه يرفع الحاويات شنو؟ سالته؟ ما سالته. ليه ما سالته؟ ليه ما جبت خبره؟ لو كان بالفعل قائد حاميه مدني خاين لكان تمت محاسبته. عشان كده نحن بنحاسبك انت على عدم قومك بالحاجه الصحيحه. بنحاسبك انت لانك انت ما حاسبت الناس اللي ارتكبوا الجرم في دخول مدني، ولا قعدت انك انت تعرف الاخطاء اللي ادت الى دخول مدني لحد ما نتفجع ثاني بدخول هذه الميليشيا اتجاه السنار واسم ماشى وماشى. ليه؟ لانه اي ضابط في داخل المؤسسه العسكريه بيتكلم معه بيقول لك بتعليمات، بتصل لمنطقه التعليمات، التعليمات كلها متوحوره وين؟ في البرهان. بمعنى ان البلد دي اي حاجه بتحصل فوق البرهان لو ما قال اوكي ما في حاجه بتحصل. اي شيء حتى القرارات الميدانيه، والله انا بقول لكم من الجندي، الجندي ما بيتلقى تعليمات الا من حضره الصول او من الملازم، من الملازم تحت لحد وصلنا لحد الفريق، لحد الفريق تسلسل التعليمات كلها بتجي من منو؟ بتجي من البرهان. بمعنى انه البرهان هما قياده الدوله صح؟ طيب نحن نسال منه ثاني؟ لما نقول للفريق بنقول له يا اخي انت واحد اثنين اللواء واحد اثنين ثلاثه اربعه، بقول لك يا اخي التعليمات جاتني من الحته الفلانيه من كده، ده بقول لك يا اخي التعليمات جايه مباشره من شنو؟ هيئه القياده المتمثله في عبد الفتاح البرهان نفسه، جايه من عبد الفتاح البرهان. ده شنو يعني؟ كلها بالطريقه دي، القرارات كلها متمحوره بتوصل لعبد الفتاح البرهان. نحن ما ثاني نوجه لك انت كلام بطريقه واضحه. عندنا حاجات معينه قامها الشعب السوداني قلنا لك يا اخي اعملها ولا اشتغلت بيها. عينك على التفاوض وعينك على المعركة، وده ما بحقق انتصار. أقسم بالله والذي رفع السماء بلا عمد، كلام ده أنا بوجهه للسيد القائد، وده ما انتقاص من حقك.
وانا زي ما قلت لك انا ما دعمك انت كبرهان، انا دعم القوات المسلحه ودعم لك، ما في شخصك دعم لك عشان المؤسسه العسكريه ما تتفرتك. بس تختصر لك وده ما انا براي. شفت الملايين الان الداعمين القوات المسلحه دي داعمينك الان دي، ما داعمينك كشخص البرهان، داعمينك عشان القوات المسلحه ما تتفقفق، عشان الحفاظ على المؤسسه العسكريه في ظل الفتره دي ما تتفقفق، وعشان ما لبتك رقبات ميليشيات الجنجويت اللي قالها حمايه تبينه هدفه انت. اذا في محاسبه واذا في محاكمه ما بتتحاسب هسي ولا بتتحاكمها هسي، بعد تخلص من الميليشيا الساعدت انت والقحاطه وغيرك في عمليه تاع تمكينهم بالطريقه الواضحه دي، بعد ننتهي منهم تشك بعدين لو في حاجه، لو في محاسبه بحسبك الشعب السوداني، ولو في عفو بحفي عنك الشعب السوداني، ما في حاجه اكتر من كده. عشان كده ما تفتكر انه الان سكوتنا عن حاجات كثيره وتجاوزاتنا التجاوزات لحاجات كثيره ما معني انه، لانه نحن ما دارين نكون سبب رئيسي في التفكك الممكن يحصل للقوات المسلحه. عشان كده نحن بنمنع حتى الكلام ضدك انت كبني ادم غايد، نحن الان بنمنع والله من الصد لناس الان بيحاولوا انه يخونوك، من الصد لهم نقول لهم لا، قاعدين نصد لناس اتحملنا الاساءات لنا بسببك، اتحملنا كل شيء، لكن الان نحن بنقول لك انت وين قراراتك الصائبه اللي المفروض تتخذها اتجاه المعركه؟ على اقل تقدير الان قلنا لك اديناك مقترح بسيط جدا يا سيد عبد الفتاح البرهان، بما انك انت الزول الان شايف انه الملف السياسي ده اهم لك، يا اخي اترك الملف العسكري لما يستحق، على اقل تقدير اللواء ظافر، على اقل تقدير الوية قتال جدا جدا الان موجودين قادرين انه يديروا المعركه دي، قسما بالله قادرين يديروا المعركه دي بطريقه احترافيه، وفي زمن وجيز جدا حيحققوا عمليه بتاعت انتصارات كبيره جدا 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 حتتحقق في البلد دي. يا اخي ما قلنا لك يا اخي امشي وما قلت شفت وممنع حض الجيش على انه تحصل عمليه بتاعت انقلابات على الاطلاق، ما دارين يجوا لعمل انقلابات، وبنتصدى لاي واي ضباط حتى لو سمعنا بنطلع من فشلهم. انت عارف ليه؟ عشان لانه نحن قلنا لك ما حريصين، ما دايرين تكون في عمليه بتاعت فكفك للقوات المسلحه على الاطلاق، لذلك بنتصدى لاي كان. بعد ما تخلص الحرب دي اللي يبقى ننتهي من الجنجويد تشك وينتهي البلد دي، اللي يبقى ثاني يبقى. الان المرحله مرحله تكوين مجلس عسكري، انت ليه؟ خليك في سياستك يا اخي، خليك في زياراتك يا اخي، خليك في تفاصيلك اللي قاعد تعمل فوق دي يا اخي. ادي المعركه للذين يستحقون انهم يقودوا المعركه، خليك قائد عام لكن ما تتدخل في شان المعركه، سلم امر المعركه للضباط اللي بيستحقوا واقف معاهم، وخليك في زياراتك وخليك في ملفاتك السياسيه. امشي زور اي مكان، امشي جنيف، امشي اي مكان، ما عندنا مشكله امشي، لكن امر المعركه ما تتدخل فوق بالطريقه. خليك تجيك التقارير، تجيك انت كتقارير، ادعم الضباط الحقيقيين ديل اللي بيستحقوا انه يقودوا المعركه دي ويحققوا عمليه بتاعت انتصارات واضحه، ادعمهم واقف معهم، سهل لهم كل التفاصيل ده ممكن. الليله المقاومه الشعبيه ولا نهر النيل، وانا الكلام ده ما بقوله من عندي، وانت يا سيد انا ما بخاطب جندي، انا بخاطب الكلام ده اخواننا، بخاطب فيه السيد القائد العام عبد الفتاح البرهان، ما بخاطب ما ليك ولا الضابط للبرهان مباشره، الكلام ده انا بقوله له. الليله يا سيد القائد العام البرهان تعال اقول لك، الليله تعال شوف نهر النيل اتبرعت بكم، كم وكم من التجار اللي وقفوا، تريليونات، ها مئات التاشيرات كله، آلاف الآن موجودين على مستوى نهر النيل. الليلة المقاومة الشعبية وصلت فوق أكثر من 140 ألف مستنفر جاهزين، يقول قسما بالله بنعرف فيهم الآن. خليك من رحم الله الشهيد محمد صديق الملازم، أول محمد صديق رحم الله، والله بنعرفهم فوقهم الآن يخشوا مش جيل شنو، والله ينظفوا لحد والله لحد الخرطوم يخشوا ينظفوا لحد الخرطوم جوا، والله ينظفوا الخرطوم خرطوم جد ينظفوها المقاومه الشعبيه بتاعت نهر النيل، لكن لجأوا لعمليه بتاعت تسييسه. الان امر المقاومه ده ما كلامي انا، اسالوا اي زول في نهر النيل قول لهم انتم مستعدين، واقسم بالله الان بس خليهم قول لهم يا اخي اشتغلوا شغلكم، والله الذي لا اله الا هو شفتوا تشوفوا في الشارع ده اكثر من 300 الف عربيه، انت قادر تتصور معي؟ ده في نهر النيل فقط حتطلع عليكم في الشوارع ده، والله صف يكون من ابو حمد
لحد جاي صبت عربات تازول ما جاي خبر اللي قاعد يحصل. لكن الان لانه الامر المقاومه الشعبيه الان بدا يسيس وبدا ما في حقه. ليه؟ لانه البرهان بقول لك يا اخي انه نحن الان بنفتكر في انه الدول المحيطه بينا قصدي الدول المحيطه بينا انه امريكا والضغوطات اللي قاعد تحصل علينا. سيد البرهان انت مواطن بلدك بموت، حرائرنا بتغتصب، تفاصيلنا يا اخي انت عليك بجيشك، امر المقاومه الشعبيه دي المفروض تساعد على انها تهاجم هؤلاء المرتزقه. اهلنا في نهر النيل انا بقول لكم بطريقه واضحه، الميليشيا بتاعت الجنجويد موجوده على مستوى المنطقه بتاعت حجر العسل، بينه وبين شندي حكايه بتاع 7-8 كيلو، كلكم بتعرفوا الكلام ده كويس. انا في ناس في المقاومه الشعبيه على مستوى المقاومه الشعبيه بيقولوا لي والله نحن معطليننا دين، كل ما نحاول نطلع بيقولوا لنا لا. انا بقول لكم بطريقه واضحه، اذا فضلتوا تسمعوا الكلام بتاع هذا كلام واضح، اذا فضلتوا تسمعوا وتترقدوا للكلام اللي قاعد يحصل ده اقسم بالله العظيم الناس يخش لكم نهارا جهارا. كلامي ده لكم واضح، انتوا رجال وانتوا بتسدوا الحال ونحن عارفين واثقين في الكلام ده. لذلك اللي قاعد يحصل ده ماشي بودي قدام. اتماسكوا دي لك الميليشيا قاعده هناك، دقوا الميليشيا ما تقول لي تعليمات وقرب، دقوا الميليشيا بحجر عسل، نظفوا منطقتكم، خشوا كده الجيل ده بتطبع لكم نظفوها، اشتغلوا فوق وامشوا قدام. خلي الراجل يطلع يفتح خشمه يقول لكم انتوا عملتوا كده لشنو؟ ده ضمان لحمايه منطقتكم. وانا بحيي كل الموجودين على مستوى الخط بتاع دنقلة عبره مراكز التفتيش تحت المقاومه الشعبيه معهم جزء من القوات المسلحه الموجودين، والله التحيه لكم وربنا يحفظكم. ده شغل صح، وانا داير كل الارتكازات كل التفاتيش، واي مواطن يعرف تماما تجي في اي يفتشك والله اي مكان يفتشك فوق. اسمع كلامي ده كويس، ما تقول لي لا تفتيش، تتفتش زيك وزي اي بني ادم تتفتش. تحيه لكم الخط بتاع دنقلة عبر، التحيه لكم انتوا رجال واستمروا. تحيه لكل القرى اللي قاعد تاكل في الناس الموجودين على مستوى التفتيش، اولادنا من المقاومه الشعبيه ومن الاستخبارات ومن جهاز الامن من الهيئه الموجودين بقاعد. التحيه لكم، ربنا يوفقكم، وده الشغل الصح. واي مواطن جاي ماشي بالمنطقه ديك او حتى جيت ترسل يقول التفتيش يتتبلى، بس ما تقول لي يتتبلى، تجي فينا تتفتش زيك وزي اي بني ادم بعدين تتخرج. برهان رسالتنا واضحه، خير الكلام ما غل ودل، ابعد من امر المعركه. عديد من قولوا لي انا ما قلت لكم ابعد من قياده الجيش، ابعد من امر قياده المعركه، سلم المعركه للضباط اللي بيستحقوا. اخوانا والله حرب بتاع السودان ده شيء مؤقت مره واحد، الوضع في السودان كله وضع مؤقت شديد. يعني اذا تكلمنا انه القياده المركزيه بتاع الجيش في كل الدول العالم ده سيستم واحد ما بيتغير، يعني ممكن بيتغير حاجات بسيطه لكن السيستم بتاع الدول دي كله واحد. الجيش عنده قياده مركزيه من قائد الاعلى وعاملين شغل بتاع التسلسل ده كل الناس عارفينه. اي ولايه او اي مقاطعه الحاكم بتاع الولايه ده هو رئيس الولايه دي وهو بده تعليمات الجيش ذاته. لكن الوضع في السودان يا اخوانا الوضع بيختلف تماما، الوضع بيختلف. يعني الجيش بتاع الدوله في ميليشيات او حتى قلنا انه حرب قبلي ترتكب في ناس معينين ابشع جرائم، والجيش قاعد بعاين بقول له يا اخي انا تعليمات ما جاني وما بيتحرك، ناس ممكن اسبوع اسبوعين شهر بيرتكبوا ابشع جرائم وبمشوا. إذا قلنا إخواننا فقط مثال في الحصر في دارفور كل السنوات الفات دي الجيش ما يتحرك يوم واحد، الجيش ما فتح مع مواطن في دارفور، الميليشيات ده بيجي بيرتكب أبشع جرائم وبمشي. في النهاية بقول فتحنا تحقيق بدو كمان بدو تحقيق لحميتي، الجيش بدي بوكل لحميتي نعمل تحقيق كيف في النهاية هو ناس وبيجوا بيرتكبوا. في بداية الحرب القصة اللي حصل في جنينة الدعم السريع حجم يعني 57 يوم يعني قاعد يدون في جنينة في المواطن ده أبشع جرائم ارتكب، والجيش كان قاعد على بعد 7 كيلو من جنينة والجيش ما يتحرك. بقول يا أخي أنا تعليمات ما جاني، جيش كل يوم برفع تقارير بقول يا أخي ده حرب قبلي موضوع ما عنده علاقة مع الشيء اللي ماشي في خرطوم. لحد ما نازل أبادو قبيلة المساليت وقتلوا والي بتاع الجنينة. في النهاية الجيش هسه كلهم بيتكلموا في مجتمعات دولية وفي كل كلامهم بيقولوا بيجيبوا كلام بتاع الجنينة دي، يعني هسه خلاص بيتبنوها انه جاب الدعم السري هو اللي ارتكب الجرائم. كويس، في ده كله يا اخي الناس دي لسه متمسكين بيقولوا يا اخي جيش واحد شعب واحد المؤسسة العسكرية بس الميليشيا لن تحكم دولة. اها اذا قلنا هسي كلام ده كلام هنا في دارفور هسي قول كلام هنا في مناطق الثانية انه يا اخي
مثلا هسه الناس كله بيتكلم في برهان ده، اذا برهان ده يا اخي ماسك كل شيء هو وما قدر يدي تعليمات. البرهان هو ماسك السلطه كله وماسك الجيش، هو بس له تعليمات لغرفه القياده والسيطره وما بدي تعليمات يتحركوا. طيب البرهان ده اخواننا في عده محلات في عده تصريحات قال في امدرمان وقال في جبيت وقال في مناقل في سنار، يا اخواننا انتوا للجنود ده تعليمات بتاع التحرك حقكم ان قيادات حقكم قدامهم قال له زي ده. اها في محل زي دي انا كقائد فرقه اذا ما عندي تعليمات وكلام برهان ده بقول لك كلام كذب، اللي بيسكتني انا شنو يتحمل مسؤوليه زي دي؟ وهسه كل الناس بيجي بيتكلموا في برهان كلام نزول ده قال عدة مرات على الهواء مباشرة، اخونا تعليمات بالتحرك حقكم عند قيادة فرق حقكم، شيلوا تعليماتكم اسألوا الناس دي قدامكم. وفي ناس بيقولوا يا غرفة السيطرة هو المتحكم في كل شيء وهو ما بخلي الناس بيتحركوا، تبقى القيادات بتاع الفرق دي الشيء اللي بيسكتهم شنو؟